جمعت الأدلة الجنائية، طبينا، طلعت أخويا مضروب 3 طلقات براسه وواحدة بيدي. نبدأ من بغداد. مشاجرة بين رجال الدولة، محامي يمثل القانون وضابط شرطة يبسط الأمن، لكن المفارقة هنا أن ضابط الشرطة أطلق عدة رصاصات على المجني عليه وهو المحامي إيهاب، فأصابته في الرأس واليد مما أدى إلى وفاته. تعددت الأسباب والروايات عن هذه الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي، والقرار هنا أكيد متروك للقضاء ليقول كلمته. راح نشوف هذا اللقاء مع ذوي المجني عليه المحامي. قال لي ربع ساعة إن شاء الله واجي، عندي بس دعوة بالمركز واجي. قلت له أنا منتظرك، يلا شو تريد شوي سمج؟ قال لا أنا جا اختار. قلت له هذا هو. ماكو عن المكالمة ثلث ساعة. خابرني ابن أختي، قال لي خاله. قلت له خاله. قال إيهاب عنده مشاجرة بس ماية، يعني يدرون بي أنا أحترق دم عليه. مو بس أحترق دم عليه، عيونه الطياف دعله. مو بس هاي، قال لي مشاجرة رأسا لبست ملابسي جاء أطلع البس ماية. نص الطريق خابروني قالوا خاله كذبنا عليه، إيهاب مقتول طلقتين براسه بطب العدلي. وتوقع مني أنا هذا الشيء واسمع شي يصير بيه. أنا كنت في العمل بشغلي، خبرونا بالأربعة قالوا لي أخوك المستشفى يحتاج لعملية، مسوى حادث يحتاج لعملية، فلازم تيجي توقع العملية واحد من أهله. رحت وصلت هناك بالطوارئ ما لقيته. الضابط هو جايب لي سيارة الإسعاف، مرشد أعتقد يسمونه ما أعرف اسمه. فلقيته هناك فقلت له وأنا أروح نوقع العملية شلون؟ قال أنت أخوه؟ قلت له يا أنا أخوه. قال بقية بحياتك توفى. شلون؟ قال هذا الحق يعني بعدين نحكي بيها. جو جماعة الأدلة الجنائية، طبينا، طلعت أخويا مضروب 3 طلقات براسه وواحدة بيده، وهذا كل اللي صار يعني. زين، هل كان إيهاب يعني عنده سابق معرفة بالجاني؟ يعني هل كان عنده عداوة أي بالمتهم؟ ما أعتقد، لا ما أعتقد، ماكو أي سبب يعني بينه وبينه. أكو يعني ماكو أي صلة. أنتوا إخوان وشباب بيناتكم، أي شيء يصير يسولف لك إياه صح؟ إيه أكيد، إيه أكيد، بس ما أنا ما أعرف هذا الضابط أبد، ما ملتقي به أبد. يعني أصدقاء الضباط والمحامين هاي كلهم أعرفهم، بس هذا ما شاف، لا ما أعرفه. يعني ماكو سابق اي معرفه، حتى اكو اصلا ماكو عداوه اعتقد يعني. ما اعتقد، لا ماكو اي عداوه ولا ابد ماكو. شو تحب توجه من خلال قناه التغيير برنامج لوكيشن؟ والله ما نوجه رساله، بس ان شاء الله يكون القضاء عادل وياخذ دوله القضاء ياخذ مجرى، يعني التحقيق ياخذ مجرى وهذا محاكمه الجاني وهذا ما عندنا غير مطلب. موضوع الاخر يعني هو الاجراءات القانونيه اتخذت بحقه، سلم نفسه او القتل قوات الأمنية القت القبض عليه وزجوه بالسجون، إضافة إلى ذلك الإجراءات العشائرية متخذة وماخذة إطارها العشائري ضمن الصيغ المتعارف عليها، ودون الخروج إلى 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 المسائل الأخرى الغير المرفوضة. إحنا بالنسبة لنا عندنا ثقة بقانوننا العراقي، والحمد لله والشكر سيد قاضي التحقيق بعد تدوين أقوال الابتدائية والقضائية تم توقيفها وفق أحكام المادة 406/1 على أليف، وهاي المادة القانونية هي الأكثر انطباقاً على الجريمة وبشاعة الجريمة اللي حدثت من قبل الجاني المتهم. تصل عقوبتها إلى الإعدام والمؤبد، وحسب ما يثار هسه حالياً ضمن مواقع التواصل الاجتماعي بإفادة أنه الجاني تحرش بزوجة الجاني وعلى فرض صحة الادعاء، هل أباح لك القانون أن تستعمل سلاحك الشخصي أن تقتل هذه النفس؟ طبعا بلا شك هي احنا نستنكر هاي الجريمة، والجريمة مع الأسف الشديد ظاهرة تتكرر عدة مرات وعدة أماكن، استخدام مناصب الدولة وأسلحة الدولة في تصفية الحسابات الشخصية. ف هيج حاله يعني المواطن بعد ما يأمن على نفسه، نتمنى من الحكومه او من وزاره الداخليه ان تنتبه لهذه التصرفات وتضع لها حد. اما بالنسبه لاجراءاتنا كقبيله وعندنا شاب متوفى بهذه الحادثه، الحمد لله والشكر انه مسيطر على الوضع وعدم التصرف
بردود أفعال واتخاذ إجراءات لا تليق بالأعرافنا كعشائر وكقانون وكدولة. والحمد لله والشكر وننتظر القانون ماخذ مجراه وإجراءات العشائرية حاضرة إذا ما توفرت إن شاء الله.